عايز تقول حاجه في الاقسام؟ عايز تقول حاجه؟ عايز اقول انا جاي من البحر الاحمر من السياحه، كنت شغال ليا 7 سنين، وبعد ما قامت الثوره دي جيت وفرحت بيها، اللي تعاملت مع ناس رجال اعمال وناس كتير قوي معاها فلوس ملايين، محد سالها في حاجه، والملايين بتاعتها كترت، ولسه قاعد الطغيان في البلد والفساد لسه زايد، ما شفناش حاجه. سبت البحر الاحمر وجيت وقاعد في مدينه التحرير، ومش هسيبه لغايه ما اشوفه له محل ان شاء الله. بس مش هقول لك كده. ايوه حاج، عايز تقول حاجه؟ والله انا عايز اقول اللي احنا فيه ده هو الحرام. يعني احنا قمنا بثوره في 18 يوم وادينا السكه بتاعتنا للقوات المسلحه، المفروض القوات المسلحه تبقى مع الشعب ده كله، مش معقول يعني مع الشعب وتحقق مطالب الشعب. اكيد طبعا. شوف الصح ايه وتعمله، ده اللي احنا عايزينه. شكرا شكرا. ايوه يا باشا، هو ملخص الكلام دوت مصلحيه الشباب. انتوا عمالين تجيبوا حاجات غريبه قوي كل يوم. مجلس الندامه اصلا ان النظام الجديد اللي هو بتاع المشير طنطاوي هرب النظام القديم وتسطر عليه، فالمشير طنطاوي والنظام الجديد دلوقتي بيدور على حد يهربه، وهكذا المسرحيه وهكذا وهكذا لحد ما تنضف كلها. بيسلمونا البعض، فبيسلموها، بيسلمونا البعض. احنا حته التورته بتاعتنا احنا نسميها مسرحيه الشوش عطيه. ايه؟ نسمي الفيلم ده مسرحيه الشوش عطيه. طبعا الزعيم بتاعهم طبعا طنطاوي. من غير بقى احنا هنسميها زي ما هي كده. شكرا. مجموعه من النخبه، انت فاهم طبعا مين ومين ومين ومين. شكرا. واقول لهم، بحب اقول لهم يعني التورتايه مهما تولد لابد انها تخلص، ولو فضل منها هيعفن وهيترمي في الزباله. شكرا.